اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا. فالإنسان ينبغي له في هذا الشهر المبارك خاصة وفي بقية الشهور والأيام أن يعرف حق النعمة التي أنعم الله بها عليه ويبذل المعروف مما أعطاه الله، وأن يحسن إلى الفقراء والمساكين، وأن يتعاهد ذوي رحمه وأقاربه بأن يصلهم بالمعروف ويحسن إليهم ويبذل لهم مما يستطيع، عسى الله جل وعلا أن ينفعه بما أبقى في يديه وأن يبارك له. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقص مال صدقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. فالطاعات ينبغي للإنسان أن يبادر فيها، لأن العوارض كثيرة، المرض عائق والفقر عائق والغنى المطغي عائق، الموت قاطع والدجال مانع، والساعة أدهى وأمر كما جاء في الحديث الصحيح. فالإنسان يجب عليه أن يعرف أنه في هذه الدنيا ممتحن، وأن الله جل وعلا أوجده لينظر كيف يعمل. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن فرط فإنما يناله نتيجة تفريطه. ومن سابق المتسابقين إلى الطاعة واجتهد معهم وثابر على طاعة ربه جل وعلا آتاه الله جل وعلا خير ما يؤتي عباده المتقين.